كابتن اسامه، بالرغم من زي ما قلنا من الهجمات الكتير اللي صن داونز خصوصا الشوط الثاني مضيعه بعض الاهداف، الا ان النادي الاهلي كمان جات له حتى ولو الفرص قليله بس برضه لم تستغل كالعاده. يعني هو في فرصتين يعتبروا خطيرين، هم دول اخطر مظبوط. كورتين، اللي هي بتاعت عبد المنعم صحيح استعجل فيها، كانت كورنر تقريبا واتردت، اتلعبت جوه ال 18 نزلت له حطها بوش رجله فوق العارضه، كان ممكن يتصرف اهدى من كده واستعجل قوي فيها. الكره الثانيه اللي هو ال الخطا اللي المفروض احنا نلعب عليه، ما لعبناش عليه كتير النهارده، اللي هو الضغط في اوقات على حارس المرمى والسردباكات لانه بيغلطوا كتير، لان في مبالغه، هم عندهم استحواذ وسيطره وبدايه هجمه من احسن الفرق شفتها في افريقيا بتعمل الموضوع دوت، ولكن بتوصل ثقة بالنفس الزايدة عن حد لدرجة الغرور لمبالغة يعني. بتوصل بقى لحدود المبالغة. صحيح الكورة بتاعت حارس المرمى رجعت له وبيرسي تاو بيضغط، مش عايز اقول متكبر بس هو واضح انه ده اسلوب لعب، مش عايز يحط رجله يخوف بيرسي تاو ويطفش الكورة، لا ده عايز يرقصه في مساحة ضيقة جدا، خبطت في بيرسي تاو وراحت، بس بيرسي تاو ما حطش جسمه كويس، هو راح نايم عليها تاني وخدها. هما دول اخطر تقريبا كورتين جولنا الشوط الثاني، لكن السيطره والاستحواذ كانت طبعا واضحه جدا لفرقه سان داونز، ليهم كورتين ثلاثه خطيرين جدا، اللي هي في انفراد لرقم 25 حب يشيلها من فوق الشناوي بس الشناوي مسكها كويس قوي، اللي هي خبطت في صدر اكرم وراحت له. في الكورنر اللي بوسا اول ما نزل طلع مع الشناوي سبقه بس حطها فوق العارضه. لو انت شفت ماتش الترجي او الوداد في كره زيها بالظبط، الجون طلع متاخر السردباك حطها من قدامه، كانت هتحصل النهارده بس الحمد لله طلعت فوق العارضه. اعتقد ان الشناوي لمسها الكره دي، لمسها بس الولد اللي بوسا كان سابق يعني ضربت في دماغه برده يعني لو وجه لتحت كانت جون. الكرة الأخيرة اللي هي طبعا آخر كرة في اللقاء اللي توجهت بالراس وضربت في القائم في بطن القائم الأيمن وخرجت، هما دول ثلاث فرص خطيرين جدا لسان داونز الشوط الثاني. الاستحواذ والسيطرة كانوا كبيرة. أنا بس أول حاجة متفق طبعا مع كابتن شريف في الموضوع ده، في تأخير في التغييرات وتغييرات مش عارف ليه ما بتتمش. يعني حسين الشحات واحد من افضل لعيبه النادي الاهلي في الفترات الاخيره كلها، حتى لو الماتش اللي فات بتاع سيمبا ما كانش في احسن حالاته، لكن كان سهل جدا النهارده ممكن ينزل مكان قفشه، ممكن ينزل مكان رضا سليم، ممكن ينزل زي ما شريف بيقول في الجناح ويطلع بيرسي تاو راس حربه، ما اعرفش ليه ما كانش ليه دور. كهربا احنا بنقول ما اعرفش انت قلت لي جاله شد او حاجه، لا سمعنا ان هو كان العضله مجهده يعني ماشي بقى، اذا كانت العضله مجهده دي بقى حاجه خلاص لا اراديه دي، لكن هو الطبيعي لو هو سليم هو قبل مودست يعني منطقي، وطبعا لو من البدايه كان يبقى قبل صلاح محسن، بس طالما انت بتقول لا انا سمعت ما اعرفش ده صح ولا لا، بس مثلا حسين الشحات ليه يعني لم يستغل يعني، ف برضه دي عليها علامة استفهام شوية. بصفة عامة أنا قلت لك قبل اللقاء التلات نتائج متاحين، قلت لك لو كسبنا يبقى كويس، تعادلنا يبقى الحمد لله، اتغلبنا ما تغلبش أكتر من فرق واحد، حتى أنت قلت لي لا قدر الله ما يحصلش، أو تقريبا لما كنا بنتكلم قبل ما نخش بالاستوديو قلت لك لا حتى لو خسرنا ده وارد في الكورة، بس ما تخسرش أكتر من واحد يعني كنا نفضل طبعا كمان ان انت تجيب جون وتبقى 2-1 عشان ما ندهمش امل انه هنا لو جابوا جون تصعب عليك وانت لازم تجيب جون، كانت هتبقى افضل من 1-0، ولكن برضو نتيجه 1-0 في المتناول جدا، واحنا في تاريخنا كتير جدا كنا عادي جدا بنخسر من الفرق 1-0 بره ملعبنا، وكنا بنبقى متاكدين ان احنا نكسب في مصر، ما يعني ما كانش بيبقى عندنا كلنا الخمسه احنا اللي قاعدين شفنا الكلام ده كتير في الماتشات اللي كنا بنلعبها في افريقيا. يعني الحمد لله مثلا النتيجه ما طلعتش 2-0 3-0 دي كنت اقول لك هتبتدي العمليه تصعب قوي، لكن 1-0 قريبه، لكن مش معنى ان هي قريبه
ان المباراه هتبقى سهله، واتفقنا احنا قبل المباراه قلنا انه المباراه مش هتنتهي في جنوب افريقيا، هتنتهي مزبوط. في القاهره مزبوط. والنتيجه دي بانت ان هي هتنتهي في القاهره، فهي نتيجه في المتناول.